هل مصر بتتوقف فقط عند هذا الحد؟ مصر بتشتغل على كل حاجة زي ما كنا نقول كده، الجمهورية الجديدة من وجهة نظر أنا، وده يمكن باللي بشوفه اللي بنلمسه اللي بنتابعه، مفيش حاجة ما بنحطش فيها مسمار ونبدأ نشتغل ونشمر السواعد على رأي أحمد أشرف، السواعد السمراء المصرية العظيمة، تبني وتعمر وتخضر وتطور وتكبر وتعمل اللي في تحالف مصري لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة. تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان يفيد بموافقة هذا الاتحاد الإفريقي على مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، واللي هيخلي هذه الحديقة، فكان اتكلمنا عليها من كم شهر قليلين كده، هيخليها زيها زي الحدائق العالمية. يرجع بيها بقى هذا التطوير، خد بالك بقى، الشغل والتطوير والاحترافية ترجع بينا لعضوية الاتحاد الإفريقي والاتحاد العالمي لحدائق الحيوان. طيب يا جماعة اتقفلت ليه؟ أقول لك لا، ده احنا بنشتغل، اتقفلت عشان نشتغل عشان نرجعها تاني، مش بقى زي ما كانت زمان من أكتر من 130 سنة، لا لا لا، أحلى، أكبر، أهم، أقوى، أبدع. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ أحمد إبراهيم المستشار أو مستشار وزير الزراعة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ يوسف، وأهلا بكل مشاهديك الكرام. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. فرحنا. خليني أبدأ من حيث انتهيت، يعني سيادتك حاليا كنت بتتكلم عن الخطاب بتاع الاتحاد الإفريقي بالوافق على المشروع والتصميم اللي عمله أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان على مستوى العالم. الاستشاري العالمي ده استشاري انجليزي، هو اللي طور حديقة الحيوان في لندن. أيوه. وتم الاستعانة به من خلال تحالف مصري. برضه في لغط في الفترة الأخيرة حدث حول حديقة الحيوان، وكلام كتير حدث، والدولة بتفرط في أصولها والكلام كل ده حضرتك سمعته زي ما احنا سمعناه. أنا عايز أأكد من خلال برنامجك اللي بيشوفه مارين المشاهدين أن التحالف الذي يقوم على تطوير حديقة الحيوان هو مجموعة شركات مصرية خالصة وطنية، ومن خلال وتحت رعاية شركة الإنتاج الحربي لأحد شركات الإنتاج الحربي المتخصصة في هذا المجال. أيضا خليني أأكد لحضرتك أن الحديقة ملك وزارة الزراعة. أيوه. أنا شايف قدامي، يعني أنا بعرض جزء من المادة المصورة بالظبط، دول الخبراء الأجانب اللي جايين يشتغلوا. الخبراء الأجانب اللي وصلوا بالفعل النهارده مع بدء تسليم الحديقة، وبدأوا شغل من بكرة، وكل حاجة جاهزة، يعني أكثر من سنة التصميمات شغالة، تم مراجعتها، تم الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي كما ذكرنا. وليه الاتحاد الإفريقي؟ لأن الاتحاد الإفريقي هو المعني بهذه القضية، حتى نعود مرة أخرى إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان. احنا خرجنا سنة 2004 من التصنيف العالمي حوالي 19 سنة بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات. وحديقة الحيوان في الجيزة هي من أقدم الحدائق على مستوى العالم، ويمكن الأولى في أفريقيا. فلا يجوز ولا يصح إطلاقا إن يكون ده حالها، ولا تليق بنا كشعب مصري عريق. عظيم جدا. احنا بدأ النهارده بالفعل تم تسليم الحديقه للتحالف، من بكره هم شغالين، بنضغط الشغل على قد ما بنقدر على اساس ان احنا نعيد فتحها مره اخرى في اسرع وقت للجمهور، وعشان كده احنا بس بنعتذر لمواطنينا والاعزاء ان احنا يستحملونا بس فتره بسيطه، وهيشوفوا حاجه يعني تليق بهم، حاجه تشرف زي ما بيتقال، حاجه تشرف. التصميم المبهر يا استاذ يوسف، لو شفت التصميم العالمي، انا يكفي ان انا اقول لك اعظم استشاري عالمي في مجال تصميم حدائق الحيوان، انت عايز ايه افضل من كده؟ دول اللي طوروا واشتغلوا على لندن زو. عملوا اكثر من 12 حديقه على مستوى العالم، اشهرهم حديقه لندن. يعني. وده ان شاء الله يعني امل كبير ان احنا نعود بالحديقه الى يعني مجدها
وسبق عدها. برضه في حقائق سريعه عايز اكد عليها، لان عارف وقت البرنامج عندك معاك يا فندم معاك. الحقيقه الاولى ان احنا هو ان سوف يتم الحفاظ على كل ما هو اثري في الحديقه، المباني التاريخيه والاثريه اللي موجوده، المباني التاريخيه، حتى الاشجار النادره، النباتات النادره، كل شيء نادر، حتى الاسوار بتاعه الحديقه ده اسوار اثريه يعني. ايوه الاقفاص نفسها اقفاص يعني اثريه، اللي كل ده سوف يتم الحفاظ عليه. بالعكس احنا هنزود كمان مساحات الخضراء في الحديقه، الحديقه تبقى حديقه مفتوحه مش مغلقه زي الحدائق الحيوان العالميه. هيبقى في تفاعل، يمكن احنا لما عملنا حديقه الصيف يعني الحاجات اللي هي الاقفاص بتاعه يعني، او مساله عرض الحيوانات في الاقفاص ده مش هيبقى موجوده، هتبقى زي بره. ما دي برضه من ضمن الاسباب اللي كان فيها اعتراض عليها دوليا يعني. فاحنا دلوقتي هيبقى العرض مفتوح، ومع اتباع مفتوح مع ايه؟ مع اتباع افضل معايير الامان العالميه، مش مفتوح بقى كده يبقى في خطوره طبعاً. على الزائرين يعني. طبعا يعني انا عارف بتبقى الطريقه عامله ازاي، شفتها بره، يبقى في مثلا صحيح. المنطقه بتاعه الاسود بتبقى زي منخفض شديد كده تحته، أيوة بيبقى مؤمن كدا. كمان برضو وما الى ذلك، مابقاش في حاجه بينك وبين الاسد، بس انت شايفه من بس شايفه بالظبط، وبمسافات امنه وبارتفاعات امنه كمان بالظبط. التحالف واخد، التحالف المصري، انا قصد اكد التحالف المصري او الشركات المصريه التي حصلت على حق الانتفاع، وعايز اكد انه حق انتفاع، والحديقه ملك وزاره الزراعه، حق انتفاع لمده 15 سنه بالنسبه للحديقه. اللي انا عايز اقوله ان الحيوانات ما زالت في الحديقه. في بعض برضه بدا يتردد ان الحيوانات مش محتاجه، لا في الحيوانات موجوده في الحديقه وسوف تلقى كل الرعايه والاهتمام اثناء فتره التطوير. واظن هنزود انواع اخرى واعداد اخرى. أيوة من الحيوانات. دي نقطه مهمه، وفي مفاجات انا مش عايز احرقها، لان بالفعل التحالف المسؤول عن تطوير الحديقه هو ما بيضيعش وقت، هو شغال على كل المستويات. طب ما تقول لي مفاجأة صغيرة كده باعتباري. انت افضل حاجة كنت بتحبها في حديقة الحيوان ايه لما بتروح؟ لو قلت لك هتضحك عليا. قول لي. بص يا احمد بيه، انا مرة ادولي جزرة اكلها للفيل كلتها انا. خلاص بقى انت جبت من الاخر. لا بجد والنبي. ان شاء الله باذن الله. حلو قوي، حلو جدا. ان شاء الله. اكتر حيوان بحبه. هو كل ما تتخيله ان شاء الله هيكون موجود. هيبقى بس في زياده، مش بس في الكميات، ولكن في الانواع اللي ما كانتش موجوده كلها ان شاء الله هتكون موجوده في الحديقه. حلو قوي قوي قوي. جلب الحيوانات الجديده زي ما ذكرنا لم تكن موجوده من قبل. الحيوانات الحالية موجودة، وفي هيبقى في تبادل يعني احنا مثلا بنطور في هذه المنطقة، ممكن ننقل الحيوانات للمنطقة الأخرى، والحيوانات طبعا تحت إشراف ورعاية هيئة الخدمات البيطرية عندنا في الوزارة. طبعا تلقى كل رعاية واهتمام. الحديقة زي ما حضرتك عارف هي 86 فدان، فدي ما فيش بالنسبة لنا أي مشكلة. صحيح. في نقل في الحفاظ على الحيوانات أثناء التطوير، هو بس عشان البنية الأساسية متهالكة، وهنضطر نشيل الطرق ونعمل مرافق جديدة وحاجات جديدة، فحفاظا على سلامة وأمن المواطنين. طبعا. احنا مضطرين آسفين ان احنا نغلق الحديقة طول فترة التطوير. معلش نستنى شوية علشان نشوف حديقة معمولة بمعايير عالمية، هتشوف حاجة محترمة. طبعا. كمان في حديقة الأورمان مرتبطة بها، يعني الكل بيتكلم عن حديقة الحيوان، حديقة الأورمان مرتبطة بحديقة الحيوان، وهيبقى في ربط ما بينهم الاثنين، وفي تطوير للحديقتين مع بعض. احنا طول عمرنا كنا بنيجي من محافظات الجمهورية، كلنا لنا ذكريات مع حديقة الحيوان، وان شاء الله القادم هيكون افضل، وهنشوف حاجة فعلا، هنلتقي مع بعض كتير، وطول ما التطوير شغال هنطلع الرأي العام على اللي بيحصل، وهيكون معانا وان شاء الله هيساعدنا، وحتى يرى شيء يليق بمصر بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة.